اللي صار آخر مرة إن اكتشفنا أن جثة الدكتور بيلامي اللي كان يسوي علينا التجارب اختفت. أهم شيء إنه من هني أشوف الميمك، إيش دعوة أقدر أشوف الميمك من هني؟ إنزين، ما زلنا نحاول نفتح بعض الأبواب والأماكن اللي ما نقدر ندخلها، وهالشي جدا مزعج يعني الصراحة. هل نحن نقدر نكسر هاي وندخل؟ آه يصير. أوه غريب، أيمن ما ببس عدسك. أنت من؟ مارتن. زين خدت أغراضه. أنا أتذكر أن الله يسكن الحمام كان بطة ما كان مسكر. متى صار هالشي؟ متى معناته؟ هل معناته يعني في لحظة أو في أثناء وجودي أنا في هاي المحطة محاولاتي للخروج في ناس ما زالوا أحياء وماتوا عقب؟ يصير ترى. بس فيها تعبت. آسفين آسفين. اوه ليش في فانتوم؟ ابي وين مسدس؟ لعبة قلشت. نايس، اجمل شيء. والفانتوم اختفى. لا لعبة ينت. ابي وينه؟ يا اي ترى اللعبة مستخفة ما ايش فيها ده الشكر. زين في واحدة من حلقاتي ان هني وحاولنا نكسر رجل الثلج السخيف مالهم، أو الصراحة ما كنت أدري إنه يصير مكسر بهالطريقة صراحة. هاي شنو بسيفي؟ انتحرت مسكينة مورغان. ولا حصلنا شي مفيد ولا لا؟ اوكي شنو بنسوي؟ شنو لازم نسوي؟ ايش هالهاكي من الغريب؟ اوكي خلص الوقت. الهاكينج غريب. اوكي let's start that again. انزين لا تدعم في الكهرباء الله يخليك. والله الصراحة طريقة الهاكينج هاي غريبة، بس يلا ما عليه. اوكي لا غلط السحب، اهم شي انا يعورني. يلا يلا again 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 again. لازم انتبه بعد على شنو الزر اللي يطلبه مني. يس زين ما نقدر نسوي ريبير لأنه ما عندنا سبير بارت. اوكي اكتشفنا بس طريقة الهاكين. يمكن الحين حصلنا سبير بارت. اشوف يس حصلنا من جثة الفانتوم الغراض، قدرنا نصلح الأخ العزيز. هاي نأخذ نسوي حماية للمكان. هاي شبي
اقتله اقتله لو سمحت. شكرا. زين سير انط. تكسرت، لقد كانت فكرة قوية يا عزيزي. نعم انها فكرة قوية. واو شفتوا انا اتزحلق تحت، ما ادري ايش الهدف، بس يلا يعني يمكن واحد يحصل شيء. ايش الموسيقى الصاير؟ زين انا بركب فوق، خلاص جاي في راسي اركب فوق. لنرى هل نستطيع ان نصنع لنا درجة. يا ريت كنت عارف ان اقدر اسوي هالشيء. زين يس والله العظيم الواحد ما يدري عن شيء. نشوف شو السالفة. اوكي يعني هاي من اللي مكانه فوق يداوم هني مسكين. شنو هاي؟ اوه حصلنا البلان مالت السيستم عشان البدلة اظن. صوت الموسيقى بس عشان قدرنا نوصل المكان. شي صار موسيقى وشي اكشن صاير. ما نبي ناكل. اراضي وايد. لحظة عندي سبير بارت. لا ما عندي. عطني 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 عطني. نقدر نصنع أشياء ثانية. هاي يس يس. كافينا واحد ولا كافينا واحد ولا نصنع أكثر؟ هو الشيء اللي الحين سويناه هو نقدر نستخدمه بالبدلة نفسها. أقلال تدا كارغو بلاتفورم بالهاردوير لاب. لازم نروح الهاردوير لاب. زين اوكي ما حصلنا، ما ادري وينه. رحنا الهاردوير لاب بس ما ادري. اوكي خلنا نسيب بس. يا من وين هاي الاغراض؟ استغفر الله. زين بسم الله الرحمن الرحيم. اقدر ادش الحين. اوكي دشينا مكان جديد. الله يستر. شنو مايكرو جرافيتي يورو ترانزيت كوبت وذ
propulsion system to navigate the harsh environment space. اوكي يعني طلعنا الفضاء وهذه سويناه، ركبناه على البدلة عشان نقدر نتحرك في الفضاء، يعني ما في جاذبية. زين البي و ار بي عشان نسوي بريك، نضغط على ال ال عشان نتحرك بسرعة، ايه عشان نرتفع، بي عشان ننزل. اوكي ان شاء الله يعني ما نخنبق الدنيا، يعني ان شاء الله. اوكي لو سمحت بس هد اللعب. في هناك جثة لازم نروح لها، أظن لازم نروح حق الجثة اللي هناك. كم جثة؟ أكثر من جثة، في ثنتين. مرحبا يا شمس. زين أوي لا لا اوكي، أجت احتاجها ولا خلاص روح جثة ثانية. زين ناخذه يعني ولا شو نسوي؟ انا مو فاهمه. وبعد في شيء ثاني شوية، هات البدلة، يعني إنه هل فيها شيء يخلص؟ نبي نروح هني لو سمحت. صح المكان ولا غلط؟ ولا أنا جاي مكان غلط؟ هاي المكان شلون نروحه؟ اوكي ليه؟ إذا عندش هلو اوكي نعم won't open until you disengage the manual seal on the inside, probably for the best. You won't know what you're getting into until it's too late. ما اقدر اندش وايه تعب على الفاضي. طيب وين نروح؟ نروح فوق؟ زين بنروح فوق يلا. ني 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 أيوة أي هذي اللعب. هاي جتت كلبينو، هاي مختبر كلبينو. وكاهي جتت كلبينو، يمكن لازم نصلح هاي الشي.
عشانه. لا ما بشيل هاي، هنشوف. ما نقدر نصلحه، ما عندنا السبير بارتس. اوكي يمكن نحصل الأغراض. لحظة، هاي شنو؟ سبير بارتس، هاي شنو الأغراض؟ في هني بعد خزنة، ما نعرف الكود مالها، ايرور أصلا طالع. انزين، شكلها اللاب مالها هني انفجر، شبت انه ما ادري ايش صار فيهم. لا ما بهاي، انفجر المكان لأن ما في أكسجين، شكلهم ماتوا. spare parts، بعد نبي spare parts زيادة لو نقدر نحصل. يس ما شنو، ما شنو spare parts. يا سلام يا إلهي، راسي قام يعورني. نحاول نصلح الحين، شوف نقدر. بالي ابي سبعة، من وين اجيب له هاي؟ والله حاله. هاي شنو سبير بارس؟ بعد خلنا نسمع ايش كان يقول دكتور. This is Dr. Calvino. What's up? I'm feeling ill. I'm not myself today. I think I won't be in for my shift at all. حس إنه مريض. Do you still want me to finish this array? I fabricated a shit ton of glass. Array? I don't recall. You asked me to set up a new array. You must have misunderstood. Are you? Honestly, I prefer if you left my experiments alone in my absence. Well, look. I have a message you left me. تقول أنت خليت لي رسالة أنا أكمل بحث مالك. No, no, of course. مفتاحة. Let's just. أوه جنوري واخد، خلينا نسمع. Not surprising. Well done. كنا نسمع ترى كلام الدكتور مع هذه المساعدة مالته. ليش أنت خربتي علينا الكوميونيكيشن؟ زين. أنا ما حصلت سبير بارتس. فما أعرف هل لازم أنا أصلح هالشي ولا خلاص خله مو بلازم. أوف ترى مخي يا أخي. شي الواحد يحس نفسه ما في فوق ما في تحت، كأنه مجنون. ما حصلنا يا اخي سبير بارت. خلاص خلنا نطلع من هالمكان. لو سمحت، لو سمحت. يقول ان في جثة هناك، زين خلاص رحنا لها هذول الجثة فقيرة. زين عقب ما شفنا جثة الدكتور كلبين وتأكد انه اصلا ميت، ولكن دكتور بنامي أول جثته اختفت. زين Welcome. Maybe I can help you. اوكي شنو شنو، بسم الله الرحمن الرحيم. وين جيت انت؟ ايش قاعد يصير؟ سحقا لكم، شنو يطلع منكم انتو؟ ان شاء الله جثتهم فيها اغراض، مالت عليكم. زين وصلنا اخيرا، بدنا نفتح الوركشوب مع الدكتور كلبينو.
نشوف إن شاء الله نحصل شيء نقدر نستفيد منه. دروع جلاس تعطيني نصلح نصلح السيرفر إن شاء الله ما حد يهاجمنا. أوف. ليس لدي مكان، أغراضي فل. شنو هاي بيته هناك؟ وشنو هالوسخ؟ الشيء الوسخ اللي هني؟ ما عندي مكان حق هاي. محطة تنفجر أو أي منفجرة أصلا خالصة. يعني ليش كلهم ماتوا وتميت أنا بروحي وعلي يكسر الخاطر في المكان هاي؟ شغلت السيرفر. إيش صار؟ يعني شنو اشتغل الحين؟ ما أحس إنه اشتغل. أوكي بلا تست 1 طالع فيديوهات ما يشتغل. تست 2 ما يشتغل. نتورك ريستور سيرفر، نرجع السيرفرات عشان تشتغل. يكفي واحدة لازم نرجعهم كلهم. يه نشوف ايش فيهم السيرفرات. RX1112 هو اللي مفصول. زين 112 هو اللي مفصول. هاي نحاول نراجع. ايوه يس. نايس ورك مورغان. The looking glass screens are online again. Head back to your office as soon as you can. It's important you hear the rest of your message. I'll meet you there. Okay. الحين أنا رجعنا الاتصال حق السيرفر، لازم أرجع مكتبي عشان أقدر أكمل أشوف الفيديو اللي كان مرسل لي عشان أفهم إيش صاير. أتمنى ما يطلع شيء يعرقل مهمتي. ما بكلمك انا عن جرع. اوه ليش انزين؟ ايش فيهم الفانتوم؟ صار فيهم نار بنفسجية. اوه سخافة من القوة شي يعني. مش عنده موز. شو سالفتهم الناس في المحطة كلهم ياكلون موز؟ بعد خربتوه؟ توني مصالحتك انت، اقول لكم في اشياء تخرب شغلي. تحاول اصير فانتوم بس انت صغير ممك مسكين. بس Good morning, Talos. As a reminder, all personnel must complete monthly physicals during their stay aboard Talos 1. Dr. Khrabtu's task is to make them as quick and painless as possible. ما أدري شنو الفرق يعني، أو شنو أستفيد لما أسوي هاكينج. زين والله كنت مصلحته وفجروه. آي شنو من وين جيت؟ يا نثر علي. زين لازم نكمل الفيديو. شفت تكملة الرسالة.
أوكي. يا رب ما يحد سخي بعد سكر عن السيرفر. You're not going to like what I have to say next. ترى هاي أنا. أرسل حق نفسي رسالة. The Typhon. Nothing can survive. Including you. What? I know how it sounds. Is Anna but you've seen what those creatures can do. They're a part of you now. If even one cell gets back to Earth, I'm lost. I'm sorry. I wish there was another way. January can walk you through activating the self-destruct mechanism. Alex will try to stop you. He's allergic to failure. How do I get to mom and dad with his tail between his legs? So, it's up to you now. Good luck. Okay. Told you you wouldn't like it. January هاي جهاز إحدى نتكلم له. أوكي. اللي فهمناه إن هاي أصلاً مورغان ترسل رسالة حق نفسها. اللي هي شخصيات نرسل رسالة حق نفسها قبل ما فهمت الموضوع. لأن هي تدري إن راح تمسح الذاكرة. لازم أكلم جينوري. أكلم جينوري. Hello. I'm January 2035. I'm an operator. There are many operators aboard Talos One, but none of them are like me. Yes, يبين أنتي مميزة. Over here. أروح. أبرهير وين؟ What do you want? I'm your plan B. My first task was to free you from the simulation. Okay. Second task was to make sure you saw your video. Those are done. Interesting. New directives are now available to me. The self-destruct protocol for Talos One is activated by two army chiefs. Your brother has the first. You had the second. Alex destroyed your Alex, أخوها. But you hid a fabrication plan for a new one in deep storage. خشي. That's where you'll need to go next. We can worry about getting Alex's key afterwards. The Typhon are spreading fast, Morgan. You'll be racing against them. And your brother. This key card will grant you access to the main lift and all the labs. Okay. هذاك Alex هو أخو Morgan. مو Alex يبي يوقف المهمة ما يبي. اوكي هالكي كارد ما يبينا دمر السفينة او المركبة الفضائية والتايفون اللي هو الكائن الاسود هذا اللي انتشر فاحنا نبي نحاول ندمر السفينة او المركبة الفضائية او whatever هي المحطة الفضائية نقضي على كل شيء فيها اساس ما يوصل من هالكائن شيء الى كوكب الارض وينتشر الوباء مثل ما هو منتشر هنا فمورغان عقب ما اكتشفت السالفة سجلت حق نفسها فيديو تقول القصة يعني وبرمجت هاي الآلي أو ما أدري شنو جينوري عشان تساعد في المهمة. Unfortunately, I wasn't able to fix the lift from here. There's another route through the psychotronics lab. Morgan, that lab is where the Typhon broke containment. Please be careful. Next topic. You asked me to provide you with more neuromods, which I've done. Good luck, Morgan. Neuromods. Okay, thank you. Your office is rubble. No, قاعد تكلم. Oh my God, شنو؟ وين لازم أروح؟ Level one. أنا أروح level one هناك. كرانك وهاي شنو؟ إحنا بنصلح الأسانسيرات يعني. هناك لازم أروح. Okay, then. Cure. Chicken. Come back if you need to rest or use the fabricator. Then, خلاص. Okay. طلعت لي أكثر من مهمة صراحة. هنشيك. هي عطتني رماد عشان شنو أطور من نفسي. بس شو أطور؟ نيرومادز نيرومادز والله ما ادري شو يقولونه بس اصلا ما عندي الا ثلاث نقاط خلنا من هاي Objectives, yes.
هاي مهمات شو اسمه جانبية، ما أعرف صراحة إذا لازم أسويها ولا لا. anyway inventory بينبط من الأغراض. ريسايكل لو سمحت، عطنا هالأغراض ونشوف شنو نقدر نسوي فيها. أنتي رد؟ شنو يعني؟ ليش هادي قاعدة تطلع لي؟ شوف شنو يعني هاي؟ أنتي رد؟ آه يمكن ضد الجسم، ضد ال قولوا معي ال radiation الإشعاع. أوكي عشان ما لازم أروح حق هذي يصلحني، أقول له أروح أخذ هاي وخلاص أتعالج. زين نحتاج رصاص. وترى عرفت ليش هذي الوحوش اللي احنا نقتلهم يردون يطلعون، هي تقول انهم يعني هاي مثل وباء التايفون الأسود منتشر في السفينة كلها، فهو مثل ما تقولون يعني كأنه يطلع منه زيادة وزيادة وزيادة شيء منتشر. اوكي خلاص ما اقدر اسوي شيء زيادة، ما اقدر اكلم جيني وري عن اي شيء ولا لا. هاي شنو؟ هاي حق البدلة صح؟ ما اقدر نطور شيء، او هو ممكن ان انا استخدم النيرومات عشان اطور بدلتي صح عشان ازيد القدرات اللي فيها هني مثلا. نشوف يس. زين ايش صار الحين بالبدلة الحلوة؟ يس اقدر احط اشياء زيادة. اوكي جميل، بهالطريقة البدلة صارت تستحمل أكثر من تشيب سيت. جنوري عندي شيء زيادة بتقولينه؟ The security station in the lobby might have weapons. ما أقدر أدش، ما عندي الكود يا عزيزتي. Every neuromod takes a snapshot of your brain and models what it would look like if you learned something new. Then it makes those changes. Billions of connections remapped in a matter of minutes, all okay. made possible by our friends from outer space. Okay. زين يا أعزائي، إحنا نوقف الحلقة هنا ونكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله.